بغيتوا تعرفوا شنو قال زاركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. ونبداو ببرج الهضراء. غتنعم بيوم جيد من المزاج الرائع اللي غيزيدك اناقه وجاذبيه تقربك من الزملاء، وغتعيش حاله من الانسجام معهم. وديها شويه في صحتك وما تبقاش تقدم اعذار وحجج واهيه لعدم قدرتك على ممارسه الرياضه. وعاطفيا الحظ في طريقه ليك وكيزودك قدرات معنويه والثقه بالنفس، وبالتالي كتحرك مشاعرك على نحو مميز. ونمشيو لعند برج الاسد. اليوم غيزول خلاف مستجد حول بعض القناعات والاعتبارات، وغتخلص جهودك ومحاولاتك من العراقيل اللي توضعات في طريقك، وغتغلب اخيرا على خصم شرس. كيف ما غينتابك شعور بالتعب والارهاق بسبب زياده ساعات العمل لانجاز احد مشاريعك. وفي حياتك العاطفيه الغيره والشك من الاسباب السلبيه في العلاقه بالشريك، حاسب نفسك قبل الاخرين باش ترتاح اكثر. وبالنسبه لك برج السرطان، الانفتاح كيؤدي لعلاقات ممتازه مع محيطك، وهذا كيؤدي لنتائج باهره مع الزملاء في العمل وفي المحيط المهني ككل. ما تخليش انعكاسات سلبيه تاثر في صحتك وتخلص منها بالترفيه والتسليه. وعاطفيا الحذر واجب مع الشريك، وخصوصا ان سوء التفاهم في حال تكراره كيعيق تطور العلاقه بيناتكم. وانت يا جوزاء، استشر الاخرين فيما يتعلق بعد قراراتك المهنيه، وما تصرفش من تلقاء نفسك، راك مقدم على اتخاذ قرارات متسرعه ممكن تندم عليها من بعد. ووضعك الصحي ممكن يتفاقم الى استمريتي على اللي انت عليه من استهتار وعدم الوقايه. وفي حياتك العاطفيه البعد ماشي هو الحل المشاكل، بالعكس خاصك تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحه، كيف ما تعودتوا من نهار استقريتوا بجوج تحت سقف واحد. وندوزو لعند برج الثور. ما تصححش الخطا بخطا اكبر منه واشد ضرر، فالمعالجه الهادئه هي الانسب للخروج بالنتيجه اللي كتوخاها الوصول للهدف المنشود. كتقرر السهر مع الاصدقاء وارتياد السينما او المسرح للتخفيف من ضغوط الحياه. وعاطفيا ما تخليش الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع للاطلاع على كامل التفاصيل ودرسها برويه وحاول تاخذ القرار المناسب بشانها. ونمشيو لعند برج الحمل. ما تستخفش بالنصيحة اللي كيقدموها لك زملاء، راهم كيأديو دور مهم في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة. واليوم غتحس بأن تراكمات الماضي بدات كتظهر وأنك تأخرتي في المعالجة وضعك الصحي. وفي حياتك الخاصة الشريك كينتظر منك مبادرة مختلفة على اللي عودتي عليها لوضع الأمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير من النطاق العالقة بيناتكم. ونجيو لعند برج الحوت. كتعاني من ابتعاد الزملاء عليك، ربما الاسباب كتخصهم لا علاقه لها بك. واخا كيتزاد شعورك بالوحده وبعدم القدره على المواجهه، ما تسوقش حيت بيني وبينك تهنيتي. حاول تجنب الارهاق وكثره المجهودات غير المبرره حيت تقدر تواجه بعض التعب في الايام المقبله. وعاطفيا غتصادف مواقف مبرره من الشريك بسبب رده الفعل اللي ظهرت اخيرا منك، فعليك باصلاح الوضع بسرعه والتفاهم معه باي طريقه. وزهرك اليوم ماشي حتى لهيها برج الدلو. بعض الامور التقنيه كتعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب كيف ما بلغ حدها. وما تبقاش تشرب العواصر اللي كيحتويو على مواد ملونه او السكريات. وعاطفيا كثره التاجيل في بث الامور المصيريه كتهدد علاقتك بالشريك وكتدفعك للمزيد من التازم والتوتر غير المبرر. وفي هذا اليوم غيلقى برج الجدي طريقه يقنع بها رؤسائه في العمل بوجهه نظره، لكنه غيبقى متخوف من الاقدام على تنفيذ احد المشاريع، فاتبع تعليمات الطبيب بشان الامتناع على التدخين بحذافيرها وما تخاطرش بوضعك الصحي. وفيما يخص حياتك العاطفيه، علاقتك بالشريك كتبدا في التقدم وغيجيك منه اعتذار يرجع لك كرامتك. صافين على الشيطان وما تدفعش كبير. وغير تفائل مع راسك برج القوس. اليوم غتبدا تنفيذ لك المشروع الجديد وغتوكل لك بعض المهام الصعبه، ما نخافش عليك راك قدها وقدود. وبعض الاورام المفاجئه في القدمين سببها كثره الوقوف والارهاق، تكيس على راسك شويه. وعاطفيا خاصك تعتذر للشريك ديالك، خاصه وانك عارف بينك وبين نفسك انك انت المخطئ وان السبب في اللي وصلتي ليه في علاقتكم من تازم وعدم الاستقرار انت سبابه. وصلنا لعند برج العقرب. زياره عملك كتاسس لمرحله جديده وغتكون حافز لتحقيق خطواتك المستقبليه ومشاريعك المهمه. ما تهملش نفسك اكثر من اللازم حيت هادشي غيكون ليك انعكاسات سلبيه غتبان مع الوقت. وفي حياتك الخاصه تدخلات كتؤدي لاشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا ما تبت انذار للمستقبل بغيت اخذ الحيطه والحذر لتفادي الأسوأ. ونختمو ببرج الميزان. عباره الثناء والتنويه غتكون عنوان المرحله المقبله في حياتك العمليه، وخصوصا بعد الجهد الاستثنائي اللي بدلتيه. امامك لائحه طويله من الاطعمه المفيده والفواكه، فاختر منها اللي كيناسب وضعك الصحي. وعاطفيا تحكم على الشريك بتسرع، فهو شفاف وحساس لحد كبير، وهذا علاش خصك تاخذ هذه الامور بعين الاعتبار وتعرف كيفيه التصرف معه في المستقبل. بهذا مشاهدينا كنختموا شنو قال زهركم اليوم، وغادي تعرفوا شنو كيقول زهركم غدا مع ايمان على شوف تيفي.